بريدك يا صديقي ذا بريدي، أصافحه فيسري في وريدي، أضم شكاتك العطشان لحل لآخذها إلى الرأي الرشيد. لربك رحمة تسع البرايا، وما خابت دموعك في ودودي، فطب نفسا شجي البال، أبشر بعيد الهم بالقلب السعيد. بريدك يا صديقي ذا بريدي، أصافحه فيسري في وريدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكرك مقدما على الاهتمام برسالتي، وأرجو منك الرد عليها متى ما أمكنك. أكتب لك رسالتي وأنا على السرير الأبيض في المستشفى، حيث الصمت المزعج والهدوء المؤلم والراحة المتعبة والبياض الكئيب. كل شيء مع مرارة المرض لا طعم له، وكل شيء بلا عافية نعيم مزيف. حياتي نسخة مكررة أتقلب فيها بين روتين الجرعات ومرارة الدواء ومجاملة الزوار. حياة انتظار، انتظار للدواء، انتظار للتقرير، انتظار للتحليل، انتظار للزوار، انتظار للطبيب، انتظار للطعام. وفي محطة المرض الكل ينتظر، فقط ينتظر، لا يدري ما يحمل له الغد. أكتب لك معبرا عن شعور الكثير من أصحاب العلل والأمراض، ممن يصارع للبقاء. هذا أسير للسرير، وذاك أعمى ضرير، وهذا مقعد عاجز، وذاك مصاب بمرض مزمن تصاحبه أدويته أينما حل وارتحل. ألتفت حولي فأجد الأصحاء في سعادة وهناء، فأسأل نفسي: لماذا أنا يا ربي؟ ماذا فعلت؟ لقد سئمت، لقد بئست. ثم أستغفر الله وأقول: اللهم لا اعتراض. في كل مرة لا أجد تقدما ولا أرى حلا، أشعر بأن أشرعة الأمل في داخلي تتمزق، وسفينة حياتي ستغرق. إن عدمت قوانين الحياة عندي، فالمكان فقد الألوان، وكل ما حولي أبيض سوى قلوب بعض الناس. مل الأخ وانقطع الصديق، وابتعد القريب وانشغل الحبيب. قتلني الهم قبل المرض، وأوجعني التفكير أكثر من الألم. أكتب إليك لعلي أجد علاجا، ليس لجسدي بل لروحي التي إن مرضت فالموت خير لي من حياة العدم. أنتظر ردك، لعله يكون القشة التي تقسم ظهر اليأس والإحباط. والحمد لله على كل حال. أخوك أنا وهمي بل وحلمي بأن ألقاك في عيش رغيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخي الكريم، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم
أن يشفيك مما فيك، لا بأس طهور إن شاء الله. أيها الرجل المبتلى، المرض طريق التوبة ورسول الطهر وكفارة الذنب. المرض يحيي القلب، يميت الذنب، يطرد من النفس العجب، ويدني العبد من الرب. في مرض البدن صحة، صحة للنفس المؤمنة الصابرة، ليس على سريره أسير، بل على سريره التطهير والتكفير. خطاياك بسببه تسقط، ورحمات ربي فيه تهبط. المرض تجديد للشكر وتحريك للفكر. بالمرض تعرف قيمة الصحة وقيمة الصحبة. بالمرض يتذكر الناس وينتبه الغافل، ويتوب المقصر ويتعظ المصر. المرض يكسر كبرنا، يغسل ذنبنا، ينبهنا من غفلتنا، ويكشط نتأ قسوتنا. المرض محطة توقف للتزود من وقود الإنسانية، فلولاه لافترست الصحة نوازع الرحمة والعطف في الإنسان على الإنسان. المرض للصابر جواز سفر إلى الجنة، حين يغمس في نهر من أنهارها فينسى كل بلاء وشقاء مر به. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فالعطاء فيها مؤقت، والشقاء عليها أيضا مؤقت. كل شيء سيمر، مرضك، ألمك، عاهتك، فقد بصرك، حروق جلدك، شلل جسدك، أيا كانت مصيبتك، اعلم أنها مقدرة، مؤقتة، مأجورة. فالمقدر نرضى به، والمؤقت نصبر عليه، والأجر نرجوه ونفرح به. قد جعل الله الدنيا دار الابتلاء، وجعل الآخرة دار الجزاء، وجعل بلاء الدنيا سبباً وثمناً لعطاء الآخرة، وجعل عطاء الآخرة عوضاً من بلاء الدنيا، فيأخذ منك ليعطيك، ويبتليك ليجزيك. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ما له خطيئة. المرض يا صديقي ربيع القلوب وخريف الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. المرض ابتلاء، ولكنه في الوقت نفسه اصطفاء من الله لك. المرض دليل المحبة وعلامة القبول. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه. مهما أصاب الله منك فهو خير قدره عليك، فهو الرحيم بك، العليم بما يصلح لك. المرض رسالة من الرب لإحياء القلب وغفران الذنب. قد تغبط بعض الأصحاء اليوم، ولكن الأصحاء جميعا يغبطونك يوم القيامة. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: ليودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء. هذا من عدل الله ولطفه وكرمه ورحمته. أرأيت كيف أن البلاء اصطفاء؟ إنه ميزة، إنه هدية، إنه عطاء. إن المرض في الدنيا بالنسبة للآخرة صبر ساعة يعقبها النعيم، ومن يتصبر يصبره الله، كما قال رسول الله. مرض أبو بكر رضي الله عنه فعادوه فقالوا له: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: قد رآني الطبيب. قالوا: فأي شيء قال؟ قال: قال لي إني فعال لما أريد، يقين مع رضا، لأن من قدر وقضى حكيم عليم، لا يفعل شيئا عبثا، ولا يقدر شيئا سدا، يخلق الله ما يشاء ويختار. تنزل معونته من السماء على قدر حاجتك، وينزل الصبر على قدر مصيبتك. رحيم قد تنوعت رحمته على عبده، يرحمه فيعطيه، ثم يرحمه فيوفقه للشكر، ويرحمه فيبتليه، ثم يرحمه فيوفقه للصبر، ويرحمه أيضا بأن يجعل ذلك البلاء في الدنيا ألما ومحنة وعناء، وفي الآخرة مغنما ومنحة وعطاء. وتأكد يا صديقي أن سهرك وأرقك، حزنك وقلقك، وجعك وألمك، صرختك، دمعتك، يعلمها الله، يسمعها الله، يبصرها الله، فيرفع بها درجتك ويغفر بها زلتك. قال عليه الصلاة والسلام:
ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أيها المريض المتألم، ما أكرمك عند ربك؟ ما أكرمك عند ربك؟ ما أكرمك عند ربك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ ما أعظمك أيها المريض يسميك باسمك عبدي فلان ويعاتبهم لأجلك، ما أعظمك نسب المرض لنفسه جل وعلا تعظيما لشانك وتقريبا لمنزلتك وترغيبا في أجرك. أيها المريض المتألم، لست وحدك، وليس البلاء عقوبة لشرار الخلق، لست وحدك، فقد سبقك الصالحون والعظماء. ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم في جسده وعرضه وأهله وماله، ضرب وطرد وشتم واتهم وكذب عليه الصلاة والسلام، وتيتم وهجر وافتقر ومرض وسحر وغلب وشج وجهه عليه الصلاة والسلام ورمي سل الجزور على جسده الطاهر. لست أكرم على الله من نبيه، ولكن الله يبتلي من يشاء من عباده ليزكيه وينقيه ثم يعطيه فيرضيه. لا تجزع ولا تفزع، لا تقنط ولا تيأس، لا تشتكي فالشكوى لغير الله، شكوى الضعيف إلى ضعيف وشكوى المحتاج إلى العاجز، فكتمان المصيبة من كمال الصبر وتمام الرضا، وكثرة الشكوى لا تدفع البلاء بل تجلب الشقاء وتضعف الشفاء وقد تحبط الأجر. تعلم الشكوى لله لا الشكوى على الله. يقول جل جلاله: إن الإنسان لربه لكنود، أي جحود، يعدد المصائب والمشكلات والمحن وينسى ويتجاهل ويجحد النعم. إن سئل عن حاله ولول واشتكى وتذمر ولبس ثوب المظلوم المحروم وتمثل دور الضحية، يمله الناس فلا يتفاعلون مع آلامه ولا يأنسون بكلامه. لا تشتكي فإن الجرح لا يؤلم إلا صاحبه، ومن عرف الله ما شكاه، ومن عرف الناس ما اشتكى إليهم. لا تشتكي من الله ولا تشتكي لغير الله، فللشكوى والتذمر رائحة تفسد أجواء الناس من حولك وتحط من قدرك وتجعل الحوار معك ضربا من المجاملة المتكلفة. أيها الأعمى، أبشر فلك الجنة إن صبرت، فأنت خير ممن عاش ناسيا لآيات ربه فحشره في القيامة أعمى بعد أن كان في الدنيا بصيرا. أيها الأعمى، الأعمى الحقيقي هو المبصر الذي يرى كل شيء إلا الحق، فصاحبه كالأنعام بل هو أضل. أيها المقعد عن الحركة، أبشر إن صبرت، فالعاجز الحقيقي هو الذي لا يستطيع السجود لربه يوم القيامة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أيها المبتلى، مهما كان مرضك فانظر لمن هم دونك. أيها المتألم في بعض جسده، هناك من لا يشعر بكامل جسده. أيها الأعمى الذي فقد بصره، هناك من فقد أطرافه وشلت حركته. أيها المقعد على كرسيه، هناك من لا يتحرك فيه سوى عينيه. أيها العاجز عن الحركة والكلام، أنت خير من صحيح سليم البدن مرضه في دينه فقد إيمانه وانحلت عقيدته. يا مريض الجسد، أنت خير من مريض العقل وسقيم الروح. المرض الذي لا أجر فيه ولا عوض منه هو مرض الفكر والهوى، ومرض الشبهة والشهوة، ومرض الغفلة والسكرة، مرض البعد عن الله، مرض الأخلاق، مرض الهمة، مرض المبادئ. فهذه أمراض لا تضر حياة الجسد ولكنها تضرك في حياة الأبد، تهدم بناء الإيمان وتنقض أركان التوحيد وتسد طريق الجنة، والله المستعان. داوم على قراءة القرآن ففيه الشفاء لأمراض القلوب والأبدان. أيها المبتلى، أخطر ما في المرض الإنصات لوساوس الشيطان الذي يسلبك النشاط ويرمي بك في حفرة اليأس والإحباط. فالتفكير السلبي في المرض مرض مضاعف، فلا تفسد لحظاتك الحالية بتوقعاتك التشاؤمية. سلم أمرك لله واعتمد عليه وثق به وتوكل عليه. أيها المبتلى المتألم، مهما اشتد وجعك وضاقت نفسك فالحياة خير لك من الموت، فلا تتمنى الموت. ها
هربا من الألم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب أن يرجع. فإن كنت محسنا فرفعة وزيادة، وإن كنت مسيئا فتوبة وعبادة، وإن كان ولا بد فقل كما أمر نبيك: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. صديقي، أعلم أنك في حضن المرض، وأن جرحك لا ينزف إلا من دمك، وأن ألمك لا يستشعره غيرك. وماذا عساي أن أفعل لك وأنت المتألم وأنا المتكلم؟ لا أملك سوى حروف وكلمات تتسابق إليك، وتتمنى أن تجد في صدرك متسعا لها كلمات تفتح لك نافذة الأمل لتطل على بستان الرضا والتوكل، تردد: الحمد لله، الحمد لله. اللهم إنا نسألك نفسا راضية مطمئنة تطمع في لقائك، وترضى بقضائك، وتقنع بعطائك، وتصبر على بلوائك. أستودعك الله. أصافحه فيسري في وليدي.